تتفق الصين والولايات المتحدة على أن تغير المناخ بات أزمة تفاقف موجات الجفاف والعواصف في جميع أنحاء الكوكب. ومع ذلك فإن التوترات المتصاعدة تلقي بظلالها على الجهود المبذولة بين أكبر دولتين في العالم لمنع درجات الحرارة العالمية من الوصول إلى مستويات كارثية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. جون كيري مبعوث الولايات المتحدة للمناخ ناقش مع نظيره الصيني كيفية الاتفاق على أرضية مشتركة قبل المفاوضات الدولية في غلاسكو في نوفمبر القادم، حيث سيحاول زعماء ما يقرب من 200 دولة الاتفاق على تكثيف الجهود لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. الأمال في تحقيق اختراق في قمة غلاسكو القادمة تعتمد بشكل كبير على توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق.